شكرا فرح، وأهلا بكم مشاهدينا إلى هذه النافذة الخاصة من واشنطن. حذر جيفري روزن وزير العدل الأمريكي بالوكالة من محاولات إفساد يوم التنصيب غدا للرئيس المنتخب جو بايدن، قائلا إنه لن يكون هناك أي تساهل مع أي نوع من أعمال العنف. وقال روزن إنه سيعتقل أو يحاكم أي شخص يحاول أن يتسبب بالفوضى، مؤكدا أن وزارة العدل ملتزمة إلى جانب أجهزة إنفاذ القانون بضمان المراسم غدا. من جانبها، ذكرت صحيفة واشنطن بوست أن مكتب التحقيقات الفيدرالي حذر في تقرير من أن بعض جماعات اليمين المتطرف قد يخططون للتخفي بزي الحرس الوطني، وذلك غدا يوم التنصيب. وأضافت الصحيفة أن التقرير لم يأتي على ذكر أي مؤامرات محددة لمهاجمة مراسم حفل التنصيب. وقد منعت الحكومة الأمريكية منذ أيام دخول المتنزهات العامة الرئيسة بما في ذلك ذا ناشونال مول في واشنطن، وأغلقت الجسور بين فيرجينيا ومقاطعة كولومبيا التي تضم العاصمة، كما أغلقت عشرات محطات قطارات الأنفاق حتى يوم التنصيب غدا. بدوره، قال وزير الدفاع الأمريكي بالوكالة كريستوفر ميلر إن سلطات إنفاذ القانون تجري فحصا أمنيا لعناصر الحرس الوطني المنتشرين في العاصمة الأمريكية واشنطن، وذلك لتأمين المراسم غدا. كما أضاف ميلر في بيان إلى أنه ليست هناك أي معلومات استخبارية تشير إلى وجود تهديد من داخل الأجهزة الأمنية. المرشحة لمنصب مديرة المخابرات الوطنية إيفريل هاينز تعهدت لإبعاد المجتمع الاستخباري عن السياسة خلال عهدها. هاينز هي المرشحة من قبل بايدن لتولي هذا المنصب. قالت خلال جلسة استماع عقدتها لجنة الاستخبارات في مجلس الشيوخ هذا الصباح، قالت إنها لن تتردد في قول الحقيقة للسلطة وإن كان ذلك في بعض الأحيان صعبا أو غير مناسب. وقالت إن أهم تحد هو بناء الثقة من جديد في المجتمع الاستخباري. وتحدثت هاينز عن الصين وعن الأمن السيبراني باعتبارها من أهم الأولويات للمجتمع الاستخباري خلال الفترة المقبلة. نائبة الرئيس الأمريكي المقبلة كامالا هاريس قالت إن فريقهم أصبح جاهزا إن فريقهما أصبح جاهزا للبدء بالعمل، مبدية امتنانها لدعم الأمريكيين الذين يستحقون الاستماع لمطالبهم حسب تعبيرها. كلام هاريس جاء في كلمة مسجلة عشية يوم التنصيب. نحن جاهزون للعمل ولدينا إحساس عالي بالأمل. جزء من سبب تفاؤلنا الشديد بما يمكننا تحقيقه هو أنتم. لقد رأينا جميعا ما أنجزتموه. رأينا التحركات الشعبية التي قدتموها نيابة عن الناس. وجميع الأشخاص الذين يكافحون في ظل هذا الركود يستحقون أن يسمعوا. من جهته، رئيس المنتخب جو بايدن ألقى كلمة وداعية في دلاور، وذلك قبل أن يتوجه إلى واشنطن. سيداتي سادتي، يحزنني أن ابني الرائد بو بايدن ليس معنا. لدينا فرصة عظيمة هنا في دلاور، لأنه لا يوجد مستحيل في هذا البلد. فليبارككم الله وليحمي الله قواتنا. ونتابع مع مراسلين وسام زين الدين من واشنطن ونبيل أبي صعب من فلوريدا. أبدأ معك وسام، كلمة وداعية لبايدن لم تخلو من إظهار العاطفة. ماذا في أهم النقاط ربما التي وردت في هذه الكلمة هو الذي يفترض أن يحل في واشنطن خلال ساعات؟ صحيح نجلاء، بالفعل هي كلمة مؤثرة وعاطفية كما تحدثت وسائل الإعلام وكما شاهدناها ظهر بها من مدينة نيوكاسل في ولاية ديلاوير. استذكر ابنه في هذا اليوم وهو يغادر باتجاه العاصمة الأمريكية واشنطن. هو الآن على متن الطائرة الخاصة التي تقله إلى العاصمة الأمريكية واشنطن، حيث قبل أسبوع دعوة بلير هاوس لإمضاء هذه
الليلة، الليلة التي تسبق مراسم التنصيب، سيكون بانتظاره إجراءات أمنية مشددة في العاصمة الأمريكية واشنطن نجلاء. وأنتقل إلى هذا الشق الأمني الذي لربما يزداد مع كل دقيقة وكل ساعة حتى موعد التنصيب. نشاهد في هذه الصور حيث نقف عند هذه البوابة تحديدا عناصر من الحرس الوطني وأيضا عناصر من الجيش الأمريكي، حيث تم نشر 2700 عنصر من الجيش الأمريكي النظامي بحسب ما ذكرت وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون، إضافة للعدد الذي نشر ووصل اليوم من عناصر الحرس الوطني إلى 2500 عنصر تحديدا. في هذا الإطار أيضا لابد أن نذكر أن آخر التصريحات فيما يتعلق بالتدقيق بخلفيات عناصر الحرس الوطني تم سحب 12 عنصرا كما قال رئيس الحرس الوطني الأمريكي لأسباب أمنية ومخاوف أمنية. في البداية تم سحب عنصرين ومن ثم تبع ذلك سحب 10 عناصر، المجموع حتى هذه اللحظة 12 عنصرا تم سحبهم من عملية تنصيب أو تأمين مراسم تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن التي ستجري أمس. هذه البوابة الأمنية التي نقف عندها هي البوابة الأقرب إلى البيت الأبيض، وهنا هي البوابة الرئيسية لدخول الصحفيين والإعلاميين لتغطية الفعالية التي ستجري يوم غد نجلاء. أيضا قائد الحرس الوطني الأمريكي أشار إلى أن الحرس الوطني على جهوزية عالية لاستقبال الرئيس المنتخب جو بايدن وأيضا تأمين مراسم التنصيب يوم غدا. وهو أيضا ما صدر عن وزارة الدفاع الأمريكية وقالت بأن الجيش الأمريكي أيضا سيشارك في تأمين هذه المراسم التي ستبدأ يوم غد الأربعاء. أتحول إلى نبيل في فلوريدا. إذن أيضا يعني خلال ساعات ربما غدا صباحا تزامنا أيضا مع التنصيب سيصل ترامب الذي سيغادر صباحا من واشنطن سيصل إلى فلوريدا، وهناك تناقض على ما يبدو في المشاعر في فلوريدا بين من يرحب به، هذه الولاية التي أعطته الكثير من الأصوات وأعطته عمليا كل أصوات مجمعها الانتخابي، ولكن هناك من يريدها يكون مواطنا عاديا فيها. نعم نجلة، اللائحة بالنسبة للائحة المودعين لدونالد ترامب لم تعلن، ما هو معلوم حتى الآن الأشخاص الذين لن يشاركوا في وداعه على الأقل من المطار قرب العاصمة الأمريكية. كذلك الأمر هنا في بالم بيتش، ليس هناك من لائحة مدعوين معلنة بالنسبة للمستقبلين. نعلم أن نائب الرئيس مايك بنس سيشارك في عملية تنصيب جو بايدن الرئيس الجديد، وكذلك رئيس الأكثرية الجمهورية في مجلس الشيوخ يبدو أنه سيشارك في أيضا منصة التنصيب، وبالتالي أكبر شخصيتين في الإدارة الأمريكية بعد دونالد ترامب وفي الحزب الجمهوري في الكونغرس لن يكونا في وداع ترامب. يبدو أن استقبال ترامب هنا أيضا سيشهد الكثير من القيود، إذ أن شرطة مدينة بالم بيتش كانت أعلنت أنها سوف تغلق بعض الطرق وستقيد الحركة في المنطقة المحيطة في مارالاغو وهو مقر ترامب المقبل ابتداء من يوم غد. كذلك الطريق من المطار إلى مقر إقامة ترامب في مارالاغو سوف يشهد تقييد لحركة السير. كل هذه العوامل يرجح أن تعرقل أي حضور لحشود مثلا تخطط لاستقبال ترامب في هذه المنطقة. أيضا الرأي العام في منطقة بالم بيتش يميل للحزب الديمقراطي. هذه المنطقة هي واحدة من الدوائر الانتخابية التي صوتت للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، لم تصوت لدونالد ترامب، والأكثرية هنا ديمقراطية. وأيضا العيون مفتوحة
على ترامب قبل وصوله إلى هنا من قبل شخصيات في مجلس البلدية هنا أو ناشطين في الحزب الديمقراطي، يشيرون إلى أنهم سيحاولون أولا إلغاء عقود العمل بين مدينة بالم بيتش والشركات التابعة لدونالد ترامب، ومن بينها مثلا منتجع للعبة الجولف يستأجره ترامب من خلال إحدى شركاته مع مدينة بالم بيتش وأعمال أخرى. وبالتالي ترامب يعني سيصل إلى هنا، صحيح أنه يحظى بشعبية كبيرة في ولاية فلوريدا عموما، ولكن في هذه المدينة قد يفكر مرتين قبل الدعوة إلى تجمع شعبي أو تحرك سياسي ما. شكرا لك نبيل أبي صعب من فلوريدا ووسام زين الدين من واشنطن. ولمزيد من المتابعة أرحب بسيد روبرت جرينيه الرئيس السابق لمكافحة الإرهاب في وكالة المخابرات المركزية واشنطن. سيد جرينيه، يعني تقييمك لهذه الإجراءات التي نشهدها لا سيما لجهة التدقيق بخلفيات عناصر الحرس الوطني مع المعلومات عن استبعاد على الأقل الآن 12 عنصرا؟ نعم، أعتقد أن ما نراه في واشنطن الآن هو مستوى غير مسبوق من الإجراءات الأمنية. لم نرى هذا المستوى من أجل الانتخابات منذ 1865 في أيام الحرب الأهلية الأمريكية، ونرى بأن هنالك حوالي 25 ألف من أعضاء الحرس الوطني الذين أغلقوا المنطقة، وهنالك أيضا العديد من وكالات إنفاذ القانون الموجودة هناك من أجل حماية الرئيس المنتخب. وفي هذا السياق أحد أهم الأشياء التي تثير القلق هو ما يسمى التهديد الداخلي، ولذلك كما سمعتم بكل تأكيد فإن 12 من هذه من أعضاء هذه القوات حولهم شكوك قد أقصيوا من العاصمة. تابعت ربما بطبيعة الحال التصريحات التي صدرت سواء من مكتب التحقيقات الفيدرالي في إحاطات أو من وزارة الدفاع، هناك على ما يبدو تباين في الإشارة إلى التهديد الداخلي أو في ربطه بعناصر الحرس الوطني. هل ترى ذلك تباينا طبيعيا أم له دلالات برأيك؟ لا أعتقد أنه لا يوجد تباين ومستوى له، ولكن أعتقد أن الأمر يصعب عندما نرى لغة عنفية كبيرة في وسائل التواصل الاجتماعي وفي أماكن أخرى، فإننا لا نعلم تماما كم منها يجب أن نأخذه على محمل الجدية، وأي منها هو عبارة عن كلام وأي منها هو عبارة عن تهديدات عملية. ولذلك فإن المسؤولين الأمنيين يتعاملون مع كل شيء بجدية ولا يتعاملون مع أي شيء على أنه أمر بسيط بديهيا، ولا يتحدثون عن تهديدات محددة لأنهم لا يريدون أن يزيدوا مستوى المعرفة عند أولئك الذين يخططون للعنف. المرشحة لمنصب مديرة الاستخبارات الوطنية إيفريل هينز كان لها اليوم يعني جلسة استماع، سئلت عن الكثير من القضايا منها التهديد الداخلي. هل برأيك سيكون تثبيت ترشيحها يعني أمرا سهلا أم سيكون هناك المزيد من المساءلة أو جلسات الاستماع؟ أعتقد أنها شخص ذو أهلية وليست جدلية، عندها خبرة عالية جدا كما تعلمون، عندها خبرة في إدارة أوباما، وفي السياق الحالي فهي مسؤولة حاليا عن المخابرات الخارجية وليست مسؤولة عن الأمن الوطني، ولكن أعتقد أنهم سوف يدققون عليها، ولكن لن يكون هناك أي مشكلة في قبولها. شكرا لك سيد روبرت جرينيه رئيس السابق لمكافحة الإرهاب وكالة الاستخبارات المركزية، كنت معنا من واشنطن.
إذن الولايات المتحدة وخلال فترة ولاية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب شهدت انقساما كبيرا في الشارع الأمريكي، وكذلك انعكس هذا الأمر على عمل المؤسسات المختلفة السياسية والاستخبارية. كيف أثر ذلك وكيف سيترك ذلك أثرا من التغيير في الفترة المقبلة في هذا التقرير؟ هكذا تبدو العاصمة الأمريكية واشنطن بعد 4 سنوات من عهد دونالد ترامب. أوصالها مقسمة وأبنيتها مسورة وأعلامها حزينة، لتعكس بذلك صورة الانقسام الذي أصبح واضحا داخل المجتمع الأمريكي ومؤسساته. لقد حان الوقت للنظر في السلطات الواسعة التي يملكها الرئيس، وضمان أن الرئيس لا يمكنه بسهولة إساءة استخدام تلك السلطات. هذه الحواجز في واشنطن قد تزول خلال أيام، لكن تلك التي يتركها ترامب تحتاج سنوات. يتفق المعنيون أن أبرز إرث يتركه ترامب هو تغيير بنية النظام القضائي بالاستعانة بقضاة محافظين وشباب سيبقون في مناصبهم لعقود مقبلة. من الممكن الآن عرقلة أغلبية المبادرات الخاصة بإصلاح مؤسسات الدولة التي قال الرئيس جو بايدن إنها من أولوياته، وسيصبح بالإمكان وقف أي تشريع يمرره الكونغرس في المحكمة العليا. التأثير يشمل أيضا سياسات الهجرة، حيث لم يكتفي ترامب بتغيير القوانين بل امتد ذلك إلى خطاب عدائي زاد من الثغرة العرقية. أما على الصعيد الخارجي فقد تغيرت علاقات واشنطن مع محيطها وتزايدت عزلتها الدولية بحسب مراقبين، عزلة قد يكون من الصعب تخطيها في ظل ما تعيشه مؤسسات الدولة من هجرة جماعية. هناك قول شائع مفاده أن ما لا يقتلك يجعلك أقوى، لهذا أعتقد جمهوريتنا ستكون أقوى. هناك من يعتقد أن ترامب ذهب إلى أبعد ما يجب، وهذا ما يقوض قاعدته الشعبية. بصمة ترامب لم تكن على من اختلف معه فقط، بل امتدت إلى حزبه أيضا الذي يشهد انقساما غير مسبوق بشأن ذلك الرجل الذي ينتسب اسما لمبادئه. يقول خصوم ترامب إنه يترك بلاده وهي في دوامة من العنف والعزلة، تهم ينفيها الرئيس ويتهم الصين والإعلام وشركات التقنية بالوقوف وراءها. لا يبدو أن هذا الجدل سينتهي قريبا في زمن لم يعد يبحث فيه كثيرون عن الحقيقة. زيد بن يامين، العربي، واشنطن. نتحول الآن إلى لندن مع بدر سليم لمتابعة تفاعل رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خصوصا مع يعني التنصيب غدا ومع طريقة خروج ترامب من البيت الأبيض. وبهذا نختم هذه النافذة الخاصة من واشنطن، إليك بدر. شكرا لك نجلاء، وسنستعرض أجواء ما قبل حفل تنصيب بايدن. أعضاء حركة كيو أنون اليمينية المتطرفة ناقشوا خططا للتنكر كعناصر من الحرس الوطني الأمريكي لتعطيل حفل تنصيب الرئيس المنتخب جو بايدن يوم غد. هذا ما جاء في إفادة استخباراتية أرسلها مكتب التحقيقات الفيدرالي FBI لأجهزة إنفاذ القانون حول البلاد. وفقا للتقرير الاستخباراتي، رصد مكتب التحقيقات الفيدرالي أفرادا يشاركون خرائط لمواقع حساسة في واشنطن ضمن نقاشات لتنفيذ عملية خرق أمني أثناء مراسم التنصيب. الهواجس الأمنية المصاحبة لمغادرة ترامب للبيت الأبيض سيطرت على حديث وسائل التواصل، فمثلا تقول الناشطة الديمقراطية بام كيث: أنصار كيو أنون أعداء الدولة وخطر على الأمن القومي، إنه تطرف القاعدة متجسد في القوميين البيض. أما الكاتب ديفيد فروم يقول: على مدار 20 عاما ركز المحافظون الأمريكيون على التطرف والعنف كتهديد يستهدف البلاد من الخارج فقط. حان الوقت لنستيقظ على الحقيقة بشأن التطرف الداخلي وأن نتحمل مسؤوليات هذه الحقيقة. في المقابل اتهم الكولونيل الجمهوري المتقاعد روب مانس، اتهم مكتب التحقيقات الفيدرالي بالكذب، وطالب أفراد الحرس الوطني بطلب تحقيق قضائي إثر تعرضهم لعملية فرز للتحقق من عدم ولائهم السياسي لترامب أو لجماعة كيو أنون. يقول: يجب على أفراد الحرس الوطني الذين تم فرزهم سياسيا للتحقق من عدم ولائهم لترامب طلب
تحقيق قضائي ضد ممارسات مكتب الاف بي اي كما اشرنا. اما نائب الرئيس مايك بنس فقد غرد في اتجاه معاكس لما تعيشه البلاد، يقول: بفخر كبير أبلغكم مع انتهاء ولايتنا بأن إدارتنا هي الأولى منذ عقود التي لم تدخل البلاد في حرب جديدة، هذا هو السلام الذي ينبع من القوة. وعلى هذه التغريدة لبنس رد الصحفي براين تايلر كوهين أنه بالنظر إلى سوء إدارة جائحة كورونا سيكون عدد القتلى الأمريكيين في عهدة إدارة ترامب وبنس أكثر من أي حرب أخرى في تاريخ البلاد. أما النائب تيد ليو فيرى، وهو ديمقراطي، يرى أن كل ما على ترامب فعله لمنع المزيد من العنف السياسي وتوحيد البلاد هو قول جملة واحدة صادقة مفادها أن الانتخابات لم تسرق. نهاية هذه الفقرة، ونعود إليك يا فرح لاستكمال باقي الأخبار. شكرا جزيلا لك بدر. شكرا لك.